أما سؤالك هل ورد أثر من أنه يستحب أن يجمع بين المتحابين بالتزويج؟ فالجواب أن عمر رضي الله عنه قال: لو أدركت عفراء وعروة لجمعت بينهما، لأنهما كانا متحابين يحب بعضهما بعضا، وعشق كبير كان بينهما. وهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه منقطع، ومع هذا كله أيضا مع انقطاعه عفراء وعروة ابن حزام كان في الجاهلية، لكن قصة عفراء وعروة مشهورة في الغرام في كتب السير والتاريخ، لكن قول عمر هذا لا يصح عنه كما في مسند عمر لابن كثير رحمه الله. بل كما قال ابن الجوزي في تاريخ الملوك والأمم: قد روي لنا بصيغة التمريض، يعني بصيغة التضعيف، أن هذه القصة كانت في عهد عمر،